FM. دردشة فن منكم ولكم. كلمة فرنسي. كبرياء. A R R O G A N C E. تعريف معنى الكبرياء في معجم المعاني الجامع: كبر، عظمة وتجبر، وترفع عن الانقياد واستعلاء. attitude qui se manifeste par des manière hautaine. الكبرياء. arrogance. A R R O G A N C E. يقول الملك سليمان الحكيم قبل الكسر الكبرياء. l'arrogance précède la ruine, dit le roi Salomon. Kibriya, arrogance. دردشة 7 على الفيسبوك. صار فيك تسمع كل برامجنا، تعرف مواضيع الحلقات وتشاركنا برأيك. زور صفحتنا واعمل لايك. facebook.com/radio-7. قضايا كتير بتمر كل يوم علينا، يا ترى بنفكر ايه السبب فيها او بتأثر ازاي فينا؟ تعالوا مع بعض نفكر بشكل مختلف وطريقة غير تقليدية، علشان اكيد في فكرة ورا كل قضية. أهلا بكم أصدقائنا مع برنامج كل الشباب اللي بيهتم بقضايا وأفكار كل الشباب العربي، برنامج فكرة في قضية. زي ما عودناكم هنكون معاكم أنا يوسف وزميلتي ريم، والنهاردة حلقتنا عن فكرة اسأل مجرب ولا تسألش طبيب. يا ترى المعرفة أهم ولا الخبرة، ولا الاثنين مهمين؟ تابعونا بعد الفاصل علشان نبدأ حلقتنا. الخبير الفرنسي، الخبير الألماني، الخبير الأمريكي. لو انت بتشتغل في مصنع كبير اكيد سمعت الألقاب دي قبل كده، والخبراء دول بتستعين بيهم الشركة علشان معرفتهم وخبرتهم الكبيرة في مجال معين، فيجيبوهم علشان ينقلوا خبرتهم للناس اللي موجودة في المكان. بعيد عن عالم الشركات والمصانع، لو حضرتك تعبان ورايح لدكتور في الأغلب هتدور على حد جرب الدكتور ده قبل كده علشان تسأل عليه. وقبل ما تشتري دواء معين هتدور على حد جرب الدواء ده وتسأله وتطمن هل نتائجه كويسة ولا هل لي أثار جانبية ممكن تضرك ولا لا. لو رايح رحلة في فندق معين هتسأل على حد تعرفه يكون جرب الفندق ده قبل كده. أو لو بتشتغل في شركة جديدة هتدور على حد جوه الشركة دي مجرب تعامل المديرين فيها وسياسة العمل، وتسأله يا ترى إيه الأخبار جوه الشركة دي. العبارة اسأل مجرب ولا تسألش طبيب بتقول ببساطة انه ساعات الخبرة تغلب الدراسة. دردشة 7 على ساوند كلاود. زوروا soundcloud.com/dardasha7 واستمعوا لأرشيف برامجنا المنوعة مجانا وبأي وقت. مع علمنا التام بأهمية الدراسة وتأكيدنا المستمر،
على اننا لازم نتعلم، لكن حقيقي الدراسة بدون خبرة مش دايما بتكون مجدية. عشان كده اختبار الشيء وتجربته مفيد جدا، وعشان نعرف شيء الاحسن نسأل حد يكون جربه. نفس الموضوع ده لو حبينا نفكر عن شخصية عيسى المسيح. ولو انا عايز اعرف اكتر عن عيسى المسيح لازم اعرف الناس اللي كانوا قريبين منه اتعاملوا معاه قالوا ايه وكان رأيهم ايه. الاف الكلمات قالوها عنه تظهر مين هو. واحدة من الناس اتقابل معاها كانت من مدينة السامرة، بتخبي حقيقتها وحياتها عن الناس، لكن لما اتقابلت مع عيسى المسيح راحت قالت للناس كلها، هلموا انظروا انسانا قال لي كل ما فعل. كمان واحد من حواري عيسى المسيح قال له، الى من نذهب وكلام الحياة الابدية عندك. وعند موت المسيح عيسى قال عليه قائد في الجيش الروماني انه كان بارا. الناس اللي اختبروا معرفة عيسى المسيح قالوا عنه ان هو الوحيد اللي يقدر يدلنا على الحياة الاخرة، وطبعا ده لان هو الوحيد اللي عاش على الارض حياة كلها قداسة وطهر مطلق. احنا كبشر مليانين معاصي وذنوب، معاصي بسبب ورثتنا لخطيئة ادم ابونا، وكمان بسبب معاصينا اللي بنعملها كل يوم، وبالتالي لازم ندفع ثمنها. ودفع ثمنها ده مقصود بيه عقابها. الذنوب اللي بنعملها تستحق العقاب من الله سبحانه، والله بيقول في كتاب التكوين التوراتي ان العقاب ده هو الموت، بمعنى الانفصال روحيا عن الله، وكمان العذاب في جهنم بعد ما ننتقل من الحياة. لكن المسيح عيسى من محبته للبشر جه لعالمنا ومات بدل عن الانسان المذنب، واعطى لينا فرصة اننا نعيش في علاقة مع الله سبحانه وننجو من العذاب في الاخرة. والفرصة دي اصدقائي اي حد فينا ممكن يحصل عليها من خلال الايمان بعيسى المسيح. والايمان بيعني الثقة والتصديق انه فعلا اخذ العقاب بدل كل اللي يؤمن بيه. الايمان بيتم لما بطلب من المسيح عيسى انه يغير حياتي في الارض وكمان مصيري في الاخرة. اصدقائي كل الناس اللي عاصروا عيسى المسيح وعايشوا الحياة بالقرب منهم بيقولوا لينا وبيشهدوا ان المسيح عيسى هو اللي كفر عن ذنوبهم، وهو الوحيد اللي يقدر يكفر عن ذنوبك انت كمان. واحد زمان سأل رسل المسيح عيسى وقال طب اعمل ايه؟ قالوا له امن فقط. والنهاردة اصدقائي انا او انت وكل اللي بيسمعنا نقدر ندعو الله سبحانه ونقول له انا عايز اقترب واختبر المعرفة الحقيقية بالمسيح عيسى الوحيد اللي يقدر ينجيني ويخلصني. قضايا كتير بتمر كل يوم علينا، يا ترى بنفكر ايه السبب فيها او بتأثر ازاي؟ تعالوا مع بعض نفكر بشكل مختلف وطريقة غير تقليدية، علشان اكيد في فكرة ورا كل قضية. وين ما كنت وبكل الاوقات خلينا دايما معك. You have a new message. نزل ابليكيشن دردشة 7 من ابل ستور وبلاي ستور وما تخلي ولا برنامج يفوتك. كلمة انجلش كبرياء Pride, P-R-I-D-E. تعريف ومعنى الكبرياء في معجم المعاني الجامع: كبر، عظمة وتجبر وترفع عن الانقياد واستعلاء. The quality of having an excessively high opinion
of oneself. كبرياء, pride, P-R-I-D-E.